بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا رافعين لرايتك بحق واجتهاد وحماسة يا كريم يا معين. أما بعد، يقول ربنا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم ما عادش إذن ربي بنصركم بل بخذلانكم وعقابكم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، تحبون النصر أو رأوكم أنتم عميتوا على النصر وطلعتوا في الدنيا. يعني هذا قلة حياة وقلة ثقة في رب العالمين، ويعدك وعدك لا يخلق الله الميعاد. من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، وهذا نكثرية من صحابة الرسول عليه السلام في الموقع ذيك أحد من الرومات، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وهم الصامدون الحقيقيين، اللي حقيقة اللي قالوا النبي عليه السلام: ملا اعتصموا به ويتثبتوا به، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولو تخت يا مسلم راه يعفو مولانا ولا يبالي. إذ تصعدون ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخرى قل لكم: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأنتم وينكم؟ ما الدنيا قدمتوا عليها فربي يصفعكم، ولتهربين من الموت، الموت سيلاقيكم، نسأل الله السلامة.